بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيسام متقبلات وما تنسير دي بره لكم قادر السلام كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم ديب سلس ديب ديب سلس سلس سنة دي بره نتهاجيتو إلا سلس سنة الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وهمل قمش كده يتركينا قمش يأدم منينا. الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همل. الله سبحانه وتعالى خلقنا ربك هو خلقنا اللي بالممكن أورك للسال هذا. الله سبحانه وتعالى بدليل قلنا أثبتوا رب العالمين كفاكم سنة كفاكم خلقنا من القرآن، ولدليل هيني كل دليل هلا حتى الله سبحانه وتعالى خلقنا أمرنا كم سأل الله سبحانه وتعالى خلقنا ولوجود كل خلقة الناس معنا بسمع أمرنا وحتى بعقل أمرنا كم سأل رب خلقنا كهود لا سمع بيننا من قبي الله سبحانه وتعالى القرآن اللي نسمع لنا ولا التلد يبنى لها لا ولا تقرأ يبنى لها لا ورب العالمين ديب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل كريو وديبو أم طيو وحي من رب العالمين لمدي اللي القرآن اللي سمعه إسلام بلا سمعه القرآن سمعه القرآن كتابنا يا رب العالمين تو وهتوتو لقب السنعات كاهن تمام بدقمة وبتفاصيل حتى بدق ما لو عد حاجنا قرآن كل الدليل دليل سمعته ورب العالمين لبل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. اللي دليلته الله سبحانه وتعالى لبل رب العالمين خلقنا من طين من طين خلقنا وحقوها كمان لآجال للاينا إلى حد أدقنا قدر حكمة ديبا يعني رب العالمين لبل هو الذي خلقكم من طين هو الذي خلقكم من طين هو يعني اسم إشارة يعني هتوق لمقصد ربيتو يعني ربيت لخلقكم أو أنا لخلقكم الله سبحانه وتعالى خلقنا من طين خلقة ولا أصل لنا أنا أبونا آدم ومن حواء أبونا آدم من طين خلقة ولا الأمات كل الأمر ف وبعد ذا كمان حق خلقنا لآجال لنا أنا كمان حكمة دي بقى قد دي بقى قلنا ورا قد حق قلبله معناها حكم وفرض وحكمة دي بنا وقد أقلنا رب العالمين لآجال لنا أنا ومثل اللي كل الأدام صروا جاحد وينكر ويجحد ويفتري على الله سبحانه وتعالى اللي دليل من أدلة لسها معناته كم سر رب خلقنا قلنا أمر من خلقنا رب خلقنا هو بلا دليل اللي دليل بس مع الأمر ناهوته كم سر الله سبحانه وتعالى خالقناته كدليلنا من لدير لأورو دليلنا يسمع ودليل لأورو دليلنا عقل دليل سمعي ودليل عقلي إلا با لا أمرنا رب سبحانه وتعالى دليل كالي ولقد خلقناكم ثم صورناكم رب العالمين بيلا خلقناكم يا وحر لسورة لنا هنا الهيئة لنا هنا عنتات وأنف وكنافر أنياب ولا قاعد نتر عليكم لك يقال حنقل لقروب كل التفاصيل لقروب واتكب يعني ونقف جوا الهلا تكبدنا الهلا لمعدات والأجهزة الهلا جوا كلاوي لقبا لب لقبا شامبو لقبا ولا تقرب الهلا كله لقر إلا صورة إلا كانت ندخل قيانا تمام سورينا رب العالمين وفي أحسن صورة سورينا اللي مهين الدليل برضو دليلنا سمعته ونبلي الدليل كان هلا الله سبحانه وتعالى لبل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والله سبحانه وتعالى برضو لبلدي الآيات كاليت ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم
بشر تنتشرون. الله سبحانه وتعالى برضو اللي ما هيني دليل يعني سك أدي إلا دليل رابع أربع دليل لم تقام هلينا من القرآن لسمعناه وقلنا نكرر لينقدر وديب إلا الدنيا إلا دليل اللي يناسب وينافع للب الإنسان يهلاني وهلا من قبي جاحد وكافرته إن يكون إنسان إسلامي وإنسان مسلم وإنسان عاقل إسلامي ما من قبي قدام لسروا العقل لبو و... 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 و ورب العالمين نعمة عقل الهايبو يجحدني ولا أمر لأصلنا يوم من مخلوقته لأصل إنسان من مخلوقته اللي كله سابته حتى لسب للا نقرأ دور الأدام لرؤو كم نسبة من ماي بديبو كم نسبة من بديبو كم نسبة من بديبو اللي كله دلائل هلا إن الإنسان لا تكون لنا يكمن من معله واللي بالبرضو ذي بدليل كالي الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار ذي بسورة الرحمن الله سبحانه وتعالى يعني من أدلة لسمعية دي بقول له قرآن لهلا قلني بر نقدر دي بقول له قرآن لهلا كل الأدلة إلا أدلة سمعياته وبالهيني حجة دي بمجحدين دي بكفار دي بمشركين برب ليل آمن سب ملحدين لهلا وقلنا رد دي بقى مقدر وقلنا مع روحاتنا نوصنا مصدرنا من ميت ومن مت خلقنا وكفت خلقنا ورب خلقين وكتبل كفك خلقك رب وكد البن عدام كإثبات وكد لحد مية اللي دليل قل يبرل قدر لأن الأدلة لا ذكركوا قلكم ببن قل يبرل قدر رب من طين خلقينا من ماء خلقينا من سلسال خلقينا من فخار خلقينا ودي أدي أحسن سورة سورينا وحقها يعني الله خالق كل شيء كل شيء الله خالق سبحان الله لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللي تمدر لها الله وديب سماوات لها الليل واتفن قيل سماء والأرض لها الله وديب بحار لبحار دي برد وديناها إلا مخلوقات الله كلها من بشر ومن حيوان ومن جمادات ومن نباتات لا بهاي من قبي ولا زروع من قبي ولا أي من قبي وإلا فيوري وإلا قلي وإلا حاجات إلا كلها لنريلها لأن النباتات كلها لا تبلع ولا للستة ومن آدم الدبر أبحور أستر إلا كلا لخالقة توجود لها لا كلا رب العالمين تلا خالقة إلا لأن أنه أورط لما تصرف وأورط لقادي وأورط الحكم الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى برضو لبل والله خلقكم وما تعلمون الله خلقكم وما تعملون الله خلقنا والله سبحانه وتعالى لنا برضو الدليل كالي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا أدلت إلا كل حين رب العالمين خلقين والأفعال لاينا رب العالمين خلقين ورب العالمين وقت خلقين القاية خلقين هذا القاية إلا دي بقى نطلبنا شوية رب العالمين لما بلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل ما خلقين رب العالمين قل نعبده والعبادات هي أنت هاجينا ديما كفر ربنا عبده بأقوال بأفعال بطاعة بامتثال بتقوى بزكاة باستغفار بامتثال بأنواع عبادات بقلبنا من قبل عبده بجوارحنا من قبل عبده بنيتنا من قبل عبده بظاهرنا من قبل عبده بباطننا من قبل عبده الله سبحانه وتعالى ف الحمد لله لم همتنا لقلنا خلقنا عبادته حتى لسكاب لنسكب ولا بلع لن بلع ولا سيتر لن ستي ولقساي مثل لا أنسنا نتقوم مثل عيادنا نتقسي وروح عدوك تقيس مثل عيالوك تماتي مثل سيتوك تقيس وكسكب اللي كل احتسب كوم قبل عبادته وأجر بكديم
عبادته واجر بكذب اقل عبادتك انت تكاو با وتنشط با وربك تيجي باك من قبل ومن حلال وديك من قبل اللي كل ان شاء الله عبادة قبل كلامهم مرد اساسيات رب العالمين قال لا خلقنا قلنا عبده التوجود لا وجدنا لانه اصلا من عدم خلقنا الله سبحانه وتعالى يعلناني يعني انت كان ابوك يتامر كان امك يتامر اروحك يتامر شكل كاي اختيارك ريم كاي اختيارك حجر كاي اختيارك حوزناك يا اختيارك قطن كاي اختيارك تبعتك بما انس انت يا اختيارك اللي كل انت يتخلقوني حتى ان يتامر لامت اكل خلقك من ماي اذا انت بحنك لا ترئيو عبادتي لا استحق شكري لا استحق استغفاري لا استحق توبتي لا استحق فرحتي لا استحق سبحان الله فرحت لا استحق عبادات لا استحق شكر لا استحق حمد لا استحق سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك سبحان الله لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم إني كنت سبحان الله أستغفرك وأتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا أنواعنا عبادات دي بقى نتهاجي وفائدة عبادات دي بتهاجينا من قبي ولا مهمات لقلة خلقنا تهاجينا من قبي ولا خير الدنيا والآخرة حدينا من قبي دي بالله آيات اللي تبطر وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أرئينا رب العالمين بيلينا أنا قلال خلقكم عبادتا ولا سبب كما لغوينا الله سبحانه وتعالى خلقنا قلنا عبدو لأنه من عدم أوجدنا من عدم لا أوجدك ربك حمد الأستهل وشكر الأستهل الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.